ومن دمشق ينضم إلينا دكتور عبد القادر عزوز المستشار لدى الحكومة السورية. إذا شويجو في دمشق في زيارة مفاجئة، ما هي رسائل موسكو إلى دمشق وماذا نفهم في من هذه الزيارة؟ تحية لك ولجميع الأخوة العاملين في قناة الغد وجميع الأخوة المشاهدين. طبعا زيارة السيد وزير الدفاع الروسي ولقائه مع السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد تأتي في إطار التعاون والتنسيق والتشاور المستمر بين البلدين في بحث عدة ملفات، أبرزها إنفاذ البروتوكول الذي جرى توقيعه ما بين الجانب الروسي والجانب التركي والمتعلق باستكمال اتفاق سوتشي لجهة فتح الطريق الدولي ما بين حلب اللاذقية، وعدم التزام الجانب التركي والخروقات التي جرت من قبل التنظيمات الإرهابية. جرى بحث هذا الجانب الفني العسكري التقني، وأيضا جرى بحث آليات تحقيق التعافي الاقتصادي السوري وسبل الشراكة وأوجه التعاون الروسي السوري البيني في المجال الاقتصادي وفي المجال التجاري، وأيضا جهود الحكومة الروسية على مستوى المجتمع الدولي لتشكيل ضغط من أجل إزالة الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي اتخذتها الولايات المتحدة. ولكن هناك من فهم هذه الزيارة على أن روسيا تميل إلى إيقاف التصعيد شمال غرب سوريا على الأقل لحين إتمام الجانب التركي التزاماته المتعلقة بالاتفاق، خاصة عندما أعلن مركز المصالحة الروسي أن الجانب التركي تعهد بالتزامه بتصفية الجماعات المسلحة، كيف تنظر إلى ذلك؟ طبعا يعني مما لا شك بأنه ما تحقق خلال الفترة الماضية تحقق الشيء الكثير على المستوى العسكري من خلال يعني تأمين مدينة حلب العاصمة الاقتصادية السورية بشكل كامل، وأيضا السيطرة على المواقع الحيوية والاستراتيجية في محافظة إدلب والتي كانت على مدار السنوات الماضية معقل لتحصينات الإرهابيين. وبالتالي الدولة السورية تمارس صبرا إيجابيا لجهة إنفاذ البروتوكول وإنفاذ التفاهمات، وتعطي الفرصة مع وجود قوة الردع من قبل الدولة السورية والجيش العربي السوري في حالة طبعا عدم التزام التنظيمات وعدم التزام الضامن التركي. طيب، هل من آليات أمنية مشتركة ما بين سوريا وروسيا لتسيير الدوريات الروسية التركية المشتركة بعد تقليص مسارها على خلفية انتهاكات المسجلة من قبل الجماعات المسلحة؟ يعني طبعا لا يوجد يعني تعاون مباشر سوري تركي، خاصة مع التصعيد الأخير الذي شهدناه، لكن هناك اتفاق ورد في البروتوكول يتعلق بالدوريات الروسية التركية المشتركة، وأن تكون السيادة فيما يتعلق بالطريق الدولي إنفور للدولة السورية. لا وجود على الإطلاق لأي نقطة مراقبة تركية أو لأي وجود تركي في تلك المنطقة وفي على هذا الأستراد. هذا مظهر من مظاهر سيادة الدولة السورية التي قررت استعادته أولا من خلال التفاهمات وعبر السلم، وإن لم يكن فلا بد للعمل العسكري. شكرا جزيلا لك دكتور عبد القادر عزوز المستشار لدى الحكومة السورية.